نتعرف على طريقة في كيفية حل مشكل كيب كات في تيك توك. نقوم بالضغط على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط على كيب كات خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن كيب كات خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم كيب كات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.